رتب عليه يا شباب. شفت العب باص بعمليه الربط، شفت العب الباص بعمليه الربط. 2 ضد 1 على الخط. شفت العب الباص بعمليه الربط. مرات انا وصاحبي حسان ومصطفى، هذا لاعب ودافع، العب مصطفى دائما ما يوقع اللاعبين في هذا الباص. شفت انا العب الباص بعمليه الربط. اعيد كمل، العب الباص هذا مدافع. أو ثاني. لعب لي باص. دحك. ليش ياخذ؟ التوقيت ما في غلط. اللاعب رقم 1. تعال. سرق مالي. شو كنت ألعب الباص؟ شو كنت ألعب الباص مع عملية الربط؟ لاعب بعد هنا وتلعب في الباص. هذا المدافع راح يلحق على الكرة ياخذها. شو كنت ألعب الباص؟ ألعب الباص. من اصير انا وياه بنفس الخط. انا ايش راح يصير؟ راح يصير فارق السرعه بيني وبينه. يعني شنو كابتن؟ يعني شويه اخر بالباص مالنا. اوكي؟ هسه راح نداوم انا وياه. اوكي هسه هو شنو نازل وياي؟ نزلنا وياي. العب لي باص. هسه هسه شوف فارق السرعه انا وياه. انت غلطته. بس مجرد احنا ناخر شويه الباص. حتى شنو؟ حتى صاحبي اللي راح يربط سواء كان تك سواء كان شبه شنو يلحق، بينما انا بعده ما عابر هنا والمدافع نوال هنا وانت لعبت الباص مباشر، من راح يلحق؟ المدافع هو اللي راح يلحق. اوكي تعال مصطفى طبق التمرين انت وياه. شوف سوى هذا اللاعب، شكل شويه، هذا المدافع شنو وين؟ اخر من نفسه. لاعب الباص شنو صار عنده؟ صار عنده فارق السرعه بينه وبين المدافع، اوكي؟ يعيد الباص وين؟ داو. شوف ايش عباله؟ عباله راح يشكل حتى يرجع له يرفعها من عنده، فكر تفكيرين، اما انطلق وياه اما انزل له، اوكي؟ هو لو لاعب على المباشر راح وقع ويامن. بقوية من بقوية الشبه اللي راح انطلق وين اللاعب اللي ربط، بينما من سكن المدافع فكر تفكير ثاني، خلنا نزله. اوكي وقف، من وقف؟ فارق السرعة شنو هو؟ الشبه. الحين صار قريب هنا، صار قريب هنا، اوكي؟ باص. يا شباب